كريم. طبعا كابتن اسلام، انا مش عايز اقيم الكابتن سامي امصان فنيا خالص في الوقت الحالي. انا شايف ان هو بصراحه شجاع للغايه، ان هو تحمل المسؤوليه في وقت صعب جدا 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 بعد الظروف طبعا اللي حصلت مع بيتسو موسيماني الاخيره. كابتن سامي امصان بصراحه يعني تحمل ما فوق طاقته بصراحه في الفتره الاخيره، ماتشات صعبه جدا، بيلاعب المنافس المباشر في الدوري، بيلاعب فريق المدير الفني بتاعه كان بيقول انا اتمنى لو كنت كملت العقد بتاعي قبل ما امشي كان زماني خرجت الاهلي، والنهارده هو بيخسر تكيز جونياس. فانا مش عايز اقيم خالص كابتن سامي امصان من الناحيه الفنيه، ولكن بشيد بصراحه بجرأته وبشجاعته، وان هو كمان قدر يلعب على اهم نقطه في لعيبه النادي الاهلي وهي الروح. اكتر حاجه ممكن نتفق عليها في الفتره الاخيره ان روح لعيبه الاهلي كويسه في الملعب، ربما بعد ماتش الزمالك الشوط الاول كان يعني كان في افضل من كده، ولكن مفيش مشكله خلاص انت تعادلت وكملت وحافظت على الفارق المفروض لو انت كملت مبارياتك في الدوري، وكملت بشكل كويس جدا جدا في بطوله الكاس القديمه، وماشي بشكل كويس في بطوله الكاس الجديده، وخلاص النادي الاهلي عنده بس سيمي فاينل قدام بتروجيت، ويبقى قاب قوسين او ادنى من لقاء قمه جديد يوم 21 يوليو القادم ان شاء الله قدام نادي الزمالك في نهائي الكاس. اكيد مهمه لو كسب بتروجيت طبعا. نعم اذا خطينا بتروجيت طبعا. فانا شايف الكابتن امصان اتحط له تارجت والحمد لله نجح بنسبه 100% في تحقيق التارجت.